قالت حركة حماس إن تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة يدل على إصراره على سياسة فصل الضفة الغربية عن القطاع. وأكدت الحركة في بيان لها أن عباس ما زال يضرب عرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأشارت إلى أن ما تفعله السلطة في رام الله من حرمان قطاع غزة من الأموال التي يدفعها سكان القطاع كضرائب وتجمعه إسرائيل من المعابر هي سياسة تتناغم أو سياسة تناغم واضحة بين السلطة في رام الله وإسرائيل ضد القطاع. وفي وقت سابق أعلن عباس مواصلة السلطة تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة طالما أن حركة حماس لم تحل اللجنة الإدارية التي شكلتها. أبو مازن أرسل رسائل للجميع بأنه غير معني بالوحدة والمصالحة، هو معني بضرب مقاومات صمود وثبات أهلنا في قطاع غزة بالحصار. هو الآن يتقاطع بشكل واضح مع إجراءات الاحتلال القمعية ضد 2 مليون فلسطيني في القطاع، هو بذلك نسف كل جهود المصالحة. لكن حركة حماس لن تعطي أي فرصة لإفشال المصالحة، بل سنذهب باتجاه توحيد الصف الداخلي الفلسطيني مهما كانت المعيقات والتحديات.